ونذهب إلى الرياض عرينا الهلال، ومن هناك يلتحق بنا حارس الهلال كابتن علي الحبسي. كابتن مساء الخير، أهلا بك معنا، سعيد بوجودك معنا في البرنامج وبمحاورتك ذو القامة الرياضية التاريخية. وقبل البدء أهنئك كعماني بالعيد الوطني للسلطنة، أدام الله عليكم الخير في سلطنة عمان. صبحك الله بالخير أخوي بتال، وأنا صباح الخير وأنا جدا سعيد أني أكون في برنامجك. أهلا وسهلا، أول ظهور لي في هذا البرنامج الجميل، وشكرا على التهنئة الجميلة للسلطنة، وكل عام وعمان وشعبها وسلطانها إن شاء الله بألف خير وسلامة. وجدا سعيد على التفاعل الكبير الخليجي خصوصا هنا في المملكة على هذا اليوم اللي فعلا الجميع يعتز فيه. حضرت علي حفل سفارة عمان في الرياض ولا ما رحت؟ لا والله الجميل ان في هذا اليوم الحمد لله بعد سنوات طويلة ما عشت هذا اليوم الجميل في السلطنة، وكنت موجود في السلطنة بحكم المباريات الدولية اللي خضناها قبل يومين مع البحرين. جميل، يعني عشت الاحتفالات في السلطنة نفسها. عشتها في السلطنة نفسها، وكانت يعني من الأشياء الجميلة اللي فقدتها لسنوات طويلة وأنا أحترف في أوروبا. حياك، يعني نتمنى إن شاء الله للسلطنة وسلطانها كل تقدم وازدهار. علي، خلينا نروح للجانب الرياضي. الموسم الثاني على التوالي في الدوري السعودي، كيف تصفك موسمك الثاني الآن؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، أنا جدا سعيد أني أكون مع نادي الهلال اللي فعلا يعني الجميع يتمنى أن يكون في نادي، خصوصا بظهور نادي الهلال في البطولات الكبيرة أو حتى في الدوري السعودي. الموسم الثاني الحمد لله أعتقد أنه موسم استثنائي، بداية جدا مميزة سواء لعلي الحبسي أو حتى للفريق أو كلاعبين. إحنا الحمد لله بداية جدا إيجابية في كأس السوبر، بداية جميلة في بطولة العربية وبطولة الشيخ زايد، نفس الشيء في الدوري، المباريات اللي لعبناها بمستوى جدا ثابت وانتصارات متتالية تعطي الحمد لله دفعة معنوية كبيرة سواء لينا احنا كلاعبين او حتى للجماهير الهلالية اللي تتأمل ان شاء الله كل الخير في هذا الموسم بإذن الله. علي، تعرضتوا لاختبار حقيقي هالموسم حتى الآن؟ أكيد، أعتقد أن المشاهد أو حتى إحنا كلاعبين أعتقد أن في اختلاف جدا كبير ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم. الجانب الفني أعتقد أنه جانب مختلف، المباريات فيها صعوبة أكبر، خصوصا أن اليوم أنت تتكلم عن 8 محترفين في كل نادي، أعطى إضافة جدا كبيرة للدوري السعودي. نفس الشيء لما تشاهد التفاعل الجماهيري أو الحضور الجماهيري الكبير اللي كان له عامل فارق كبير ما بين الجولات اللي بديناها هذا الموسم والموسم الماضي، ولكن الحمد لله الظهور الجميل أو في نادي الهلال، تعامل المدرب وجلب اللاعبين الأجانب اللي هم لهم إضافة كبيرة سواء نادي الهلال أو حتى للدوري السعودي اللي عطى قوة كبيرة لهذا الموسم نادي الهلال الحمد لله. إيش كان الاختبار الأقوى هالموسم لكم؟ والله انا احس ان كل المباريات اللي يلعب فيها نادي الهلال هي مباريات صعبه. دائما الفرق اللي تلعب مع نادي الهلال تلعب باسلوب جدا مختلف، تشاهدها طريقه اللعب دائما تختلف عن كل المباريات اللي يلعبوها في الدوري. هذا الجانب الثاني اللي يمكن احنا الحمد لله قدرنا ان نتعامل مع جميع المباريات بتركيز جدا عالي، نعطي كل الفرق احترامها وتقديرها. يمكن هذه القوة الهلال ان جميع المباريات اللي لعبناها لين الحين ما قللنا من قيمة اي فريق لعبنا معه، وهذا يمكن اللي سهلت على الهلال ان نظهر بهذه الصورة. الهلال يمتلك يعني بغض النظر عن اللاعبين الاجانب اللي في نادي الهلال، نادي الهلال يمتلك لاعبين جدا مميزين كسعوديين اللي يعطوا اضافة كبيرة كبيرة وقوة كبيرة لنادي الهلال. اعتقد ان هذا المزيج ما بين اللاعبين المحترفين والقوة اللاعبين المحليين اللي متواجدين في نادي الهلال هو أعتقد أنه راح يكون قوة الهلال في هذا الموسم بإذن الله تعالى في جميع المسابقات. جميل علي، بس أنت مسيطر السنة دي، ما حد يشاركك في حراسة الهلال؟
مو معطي حد فرصة. والله ما شاء الله تبارك والله الله يعني الحمد لله. والله أول شيء الحمد لله، يعني أنا يعني التعامل اللي جالسين نتعامل معاه في نادي الهلال سواء الموسم الماضي أو هذا الموسم الحمد لله أعطى قوة لحراسة الهلال. أخوي عبد الله المعيوف السنة الماضية أعتقد أن لعبنا مباريات متقاربة أنا مناصفة سواء في الدوري أو البطولة مناصفة. هذه الأشياء الحمد لله أعطتنا أشياء إيجابية أن نحن نتعامل مع الوضع بطريقة جدا إيجابية من خلال الـ 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 القرار المدرب اللي يشوفه هو مناسب لحراسة نادي الهلال. نعم. هذا الموسم يمكن عبد الله أخذ فرصته آخر مباراة في البطولة العربية، وعبد الله أعتقد أنه أظهر جاهزيته في أتم الاستعداد في أي مرحلة ممكن نادي الهلال يبغى عبد الله. هذا الشيء اللي إحنا ماشيين عليه من نعم. الموسم الماضي، وبالعكس إحنا نكسب بعض سواء صحيح. في التمارين طيب. في المباريات أنا وعبد الله ومحمد الواكد ومروان تعاملنا الحمد لله إيجابي من خلال تواجدنا في نادي الهلال. خلينا ما دمنا نحكي عن الحراس كابتن، أنت تشوف كحارس عندك هذا التاريخ الطويل، تشوف الحارس الغير سعودي فاد الدوري وضر الحارس الأجنبي أو ضر الحارس المحلي أقصد العفو؟ والله من خلال السماح انا اعتقد انها نقطه ايجابيه للدوري السعودي. انا ما اتكلم يعني إيه؟ اليوم من انك تفتح سواء الحراسه او حتى اللاعب الاجنبي، انا اتمنى يمكن المساله تتطور اكثر من كذا. اليوم انت لما تيجي وتشوف جميع المنتخبات العالميه الكبيره جميع حراسها ما يلعبوا في الدوري اللي هم يعني دوري البلد اللي يعني هم ينتميوا إليها، دوري البلد اللي ينتميوا فيه. اليوم لما تشوف منتخب اسبانيا حراسهم وين يلعبوا؟ الحارس الاول. المنتخبات البرازيل، منتخبات كبيره في اوروبا حراسهم ما يلعبوا في الدوري اللي هم ينتموا فيه. هذه الاشياء ما تقلل من قيمه الحارس السعودي. الحارس السعودي المتميز راح يثبت وجوده، راح يلعب في النادي اللي هو ينتمي اليه. اليوم يمكن هذه تعطي رسالة لكل الأندية السعودية ان هم يهتموا في الجانب نشئ الحراس السعوديين في المستقبل انه يكون بصورة إيجابية افضل، جلب المدربين المختصين في هذه الأعمار يكون بطريقة افضل. اليوم لما تتكلم عن الحارس انا ممكن اتكلم نفس الشيء عن طريق الأجانب بعض الفرق ما أثرت عليهم من تواجد اللاعب السعودي في التشكيلة الأساسية. اليوم الحمد لله رب العالمين لما تشاهد نادي مثل نادي الهلال اللاعب السعودي أثبت وجوده في التشكيلة الأساسية اللي هو يلعب فيها، وأثبت وجوده تواجده في المنتخب السعودي. فهذه ما أعتقد أنها هي مشكلة، بالعكس تعطي الأفضلية، تعطي تركيز أكبر للاعب المحلي أنه يقدم الصورة الأفضل أنه اللي هي تكسب انه يكون في التشكيل الاساسي في فريقه يشد حيله اكثر ويتواجد في 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 المنتخب البلد. جميل. يعني علي اللي يتابعونك يقولون علي ما يمكن تسجل عليه من كره برا 50-50 في ال 18 يعني ممكن تسجل عليه ممكن لا، بس من برا 18 مستحيل. ما شاء الله تبارك الله ارجع واقول. لكن يقولوا كلهم او خلينا نقول الغالبيه عشان ما اكون يعني غير موضوعي يتفقون على ان علي ما يلعب برجله كويس مع المدافعين، عنده هذه نقطه العيب اللي ما تجاوزها. يمكن اقول يمكن راسخ في ذهنيه الناس الهدف اللي جاء عليك في مانشستر يونايتد اللي اخطيت بالرجل للحين يتذكرونه، هدف مان يونايتد عليك يمكن راسخ في اذهانهم، يمكن لانه فعلا ما قاعدين نشوف المدافعين يلعبون معك برجل ما يرجعوا لك كره، فعلا هذه انت شيء ما تجاوزته الى الان. لا بالعكس، انت لما تيجي وتشاهد مشوار علي الحبسي في اوروبا لما كنت العب في نادي ويجن ولما كنت العب في نادي ريدينغ، نادي ويجن الاسلوب اللي كان يلعب عليه روبرتو مارتينيز هو اللي يعتمد على بناء الهجمه من الخلف
وكنت انا الحارس الاساسي لثلاث سنوات معه. اخر موسم اللي لعبت فيه مع ريدينغ مدرب الهولندي ياب ستام كان يعتمد اعتماد جدا كبير في الـ في الـ في بناء الهجمه من الخلف، وحسب الاحصائيات كنت من الحراس اللي هم متفوقين من الناحيه لبناء الهجمه من الخلف في الدوري، سواء الدوري الانجليزي الممتاز او حتى الشامبيونشيب. هذه الاشياء ما اعتقد انها من الاشياء اللي تاثر على علي الحبسي، بالعكس المدرب لما يحط عليك في التشكيل الأساسي يحسوا أنه هو الشخص المناسب للأسلوب اللي هو يلعب فيه. اليوم فعلا المستوى أو طريقة لعب الحراس جدا مختلفة عن السابق، اعتماد كلي على بناء الهجمة من الخلف، وأعتقد أنه ما بالعكس ما عندي أي مشكلة في هذا الجانب. أنا جدا يعني مرتاح بالطريقة اللي المدرب يحتاجها أني ألعب فيها، نتمرن عليها في خلال التمارين بشبه يومي، التكتيك اللي نلعب فيه، والمدرب من هذا كله أهم شيء، المدرب يعني سعيد بالشيء اللي يقدمه سواء علي أو أي حارس ثاني اللي يلعب فيه. كابتن، اليوم عندنا في الدوري السعودي وهالموسم عندنا لعيبة شتوم من خارج الصندوق كثير، في أكثر من لاعب في الهلال وفي غير الهلال في بقية الفرق وفي الثابتة، من هو اللاعب اللي إذا مسك الكرة يلعب ضدك تقول للمدافعين لا يشوت، صرخ عليهم تقول لا يشوت، منو يعني؟ لا بالعكس، أنا لما ألعب أي مباراة يعني علي الحبسي يحترم ويركز على كل لاعب، يعني أنت بعض الأحيان تركز على لاعب معين وتتفاجأ لاعب ثاني هو اللي بس في لاعب علي يعني في لاعب يشوت واضح إنه يعني إذا شات رجله ما شاء الله، يعني من اللي دائما انت مركز معه ما يشوف؟ لا لاعب 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 مثل اخر مباراه لاعب نادي الوحده ايه؟ اعتقد البرازيلي فنزويلي جدا مميز في الشوت الفنزويلي جدا جدا مميز بالتسديد، ويعتبر من افضل اللاعبين التسديد من خارج ال 18 والحمد لله، ولكن عندنا يعني عندنا طاقم فني جدا مميز في نادي الهلال يعطينا الاشياء كلها سواء الإيجابية أو السلبية لأي لاعب إنه راح تلعب ضده، وهذا يعطينا ارتياحية كبيرة لما نحن نلعب قبل ما نلعب المباراة. جميل. علي انضميت المعسكر الأخير، ما كنت تروح المنتخب في فترة من الفترات، ما لعب دور الخليج الأخيرة، الناس قالوا إنك اعتزلت دوليا، إحنا على مشارف كأس آسيا بتقود المنتخب العماني الشقيق في كأس آسيا الجاية؟ والله فعلا يعني الفترة الأخيرة ما كنت متواجد مع المنتخب اللي هي بطولة كأس الخليج الماضية، والكل كان يعرف سببها أن الدوري السعودي كان ما متوقف والكأس الخليج ما من أيام الفيفا، هذا السبب الوحيد اللي ما كنت موجود مع المنتخب. أما جميع المباريات السابقة تصفيات كأس آسيا شاركت فيها، اليوم الحمد لله هذا الموسم جميع المباريات اللي شارك فيها المنتخب والمعسكرات كنت موجود فيها، ولكن يمكن بطولة كأس آسيا إن شاء الله علي الحبسي راح يشارك فيها بإذن الله تعالى، وأتمنى أن إن شاء الله أقدم صورة إيجابية إن شاء الله مع المنتخب العماني بإذن الله. علي، برجع لك للتاريخ الأول لما رحت للنرويج أول احتراف، اليوم عندنا نجوم صغار في الدوري السعودي خلينا نقول فايزين بنهايات كأس آسيا، خليهم يسمعوا منك كلمة طيبة أنه مو بلازم ترى ألعب لفريق كبير في البداية. حدثني عن تجربتك لما رحت للنرويج الفريق صغير وقبلت بعقد صغير وفي بلد مثلجة، كيف عشت هناك؟ والله راح تذكرنا الايام جميله وبدايات جميله. خلينا يسمعون منك التجربه، ابطال اسيا الان هم منتخب السعودي. والله اخوي بتال يمكن تهنيتي للمنتخب السعودي للشباب حصول على كاس اسيا كانت جدا واضحه، ورساله لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وانا شكرا على الرد اللي حصلته منه على هذه التغريده. فقلت له هو هذا الجيل اللي من المفروض انك تهتم فيه، هذا الجيل اللي يعطي فرصه للاعب السعودي الشاب الطموح انه ممكن يحترف اليوم في اوروبا.
أبطال آسيا راح يكونوا متواجدين في كأس العالم. جميع الأندية في العالم راح تشاهد هذه البطولة، لأنه العمر اللي هو المميز اللي ممكن فيه اللاعب أن يظهر ويحترف أوروبا. البدايات لازم تكون بهذه الطريقة. مثل ما تفضلت، بدايتي أنا كانت في النرويج في عمر صغير، قدرت أني أكتسب خبرات جدا مهمة لمشواري اللي بنيت عليه في الدوري الإنجليزي. بدايات كانت جدا صعبة من خلال نوعية التمارين، تأقلم مع الأجواء اللي كانت في النرويج اللي هي كانت جدا جدا صعبة بالنسبة لي. يعني تتكلم عن درجة الحرارة كانت سالب 15 سالب 16، الأجواء الثلج في كل مكان. ولكن الحمد لله كان عندي طموح جدا واضح، هدف واضح في حياتي، وان انا اليوم اريد احترف في الدوري الانجليزي لازم امر على هذه المراحل. مرحله النرويج كانت من اهم المراحل الرئيسيه لمشوار علي الحبسي في 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 بناء احترافه الاوروبي. علي، بتكون في الاسيويه في قائمه الهلال السنه هذه دوري ابطال اسيا؟ تعرف الاسيويه عدد محدد لغير اللاعبين غير السعوديين. تكلمت عن مدرب في الموضوع؟ اتوقع من البدري انك تتكلم، لا من البدري انك تتكلم على هذه النقطه، خصوصا انه البطوله تقريبا لسه يمكن ثلاث اشهر في يعني في ظروف جدا كثيره تحصر في كره القدم من خلال الثلاثه اشهر. جميع اللاعبين المتواجدين سواء في الهلال، في النصر، في الاتحاد، في الاهلي، جميع اللاعبين اللي المحترفين هم ثمانيه، يدركوا ويعرفوا انه القانون يضم اربع لاعبين، فاكيد في خيارات هي من المدرب راح تكون، والخيارات هذه هي اللي المدرب يعرفها لمصلحه الفريق، وان شاء الله احنا متاكدين ان المدرب راح يختار الشيء الانسب للهلال في بطولة كأس آسيا. نعم. إن شاء الله. وتأكد يعني سواء علي أو غير علي، الكل في هذا الكيان يخدم كيان الهلالي، الكل راح يقدم كل ما عنده سواء في الأسيوية وفي الدوري وإن شاء الله في الكأس بإذن الله تعالى. القامة الرياضية الكبيرة علي الحبسي، شكرا جزيلا، أتمنى لك التوفيق.